النهارده بتمر ذكرى ميلاد واحد من عمالقه الكوميديا المصريه. يعني احنا كنا قاعدين في الاستوديو هنا بنضحك على العرض الجميل قوي اللي كنا بنشوفه دلوقتي. زمن جميل وفن جميل. استاذ الفنان الكبير فؤاد المهندس اللي كان وما زال رمز للفن الهادف والضحكه اللي جايه من القلب. فؤاد المهندس قدم للسينما والمسرح والتلفزيون مجموعه من الاعمال اللي بتعتبر علامات في تاريخ الفن المصري واللي ما بتتنسيش. اشتهر بلقب الاستاذ واللي كان الاقرب لقلبه. مش بس كده، كمان كان فنان شغوف بالمسرح وقدر ان هو يبني قاعده جماهيريه كبيره جدا على مدار مشواره الفني الطويل واللي قدم فيه اكتر من 70 فيلم وعشرات المسرحيات والمسلسلات، بخلاف الاغاني اللي لسه عايشه لغايه النهارده وعالقه في اذهاننا لحد اليوم. خلونا نشوف مزيد من المحطات الفنيه في مسيره الفنان الراحل. ستة كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطينكم. تحل اليوم ذكرى مئوية ميلاد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة بارزة في تاريخ السينما والدراما المصرية والمسرح، كما كان علامة فارقة في تاريخ الكوميديا الفنية فلقب بالعديد من الألقاب، ولكن يظل لقب الأستاذ هو الأقرب إلى قلبه. قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة، بتجنني بتجنني لما تحب. ولد الأستاذ فؤاد المهندس في السادس من سبتمبر عام 1924 في حي العباسية لأسرة مكونة من أب وأم وأربعة أبناء. نشأ في مدارس العزب التركية، وكان والده زكي محمد المهندس عالماً لغوياً، وهو ما ساعد فؤاد على إتقان اللغة العربية مبكراً. كان لوالده الفضل الكبير في تنمية مواهبه الفنية من خلال تشجيعه ودعمه المستمر. التحق فؤاد المهندس بكلية التجارة حيث انضم إلى فريق التمثيل بالجامعة، ووقع في عشق فن المسرح بعد مشاهدته الفنان الراحل نجيب الريحاني في مسرحية الدنيا على كف عفريت، وانضم إلى فرقة الريحاني المسرحية، وبعد وفاته انضم إلى فرقة ساعة القلبك منذ تأسيسها في أوائل الخمسينيات لتكون بداية مشواره في التمثيل. اسمع اسمع، تعمل لي خدمة ودي 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه والله 5. ايه هي الخدمة؟ فك الإيدي قوي. اه والنبي. بخمسة جنيه. والله العظيم أنا عاقل. تزوج فؤاد المهندس مرتين، الأولى من عفة سرور وأنجب منها طفلين، والثانية من زميلته في المسرح الفنانة شويكار، ودام زواجهما لأكثر من 20 عاماً. ورغم انفصالهما ظلت شويكار صديقة مقربة وداعمة له حتى آخر لحظات حياته، وتعاونا معاً في العديد من الأعمال الفنية مثل روحية خطفت ومراتي تقريباً وأحلام العنكبوت. I am not X, I am Z. اشتهر فؤاد المهندس بحبه الشديد للمسرح، واستمر في تقديم الأعمال المسرحية حتى في أيامه الأخيرة، حيث قدم مسرحية إنها حقا عائلة محترمة وهو يعاني من جلطة في القلب. قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، من أبرزها أرض النفاق، العتبة جزاز، شنب في المصيدة، أخطر رجل في العالم، واعترافات زوج، والراجل ده هيجنني. عرف فؤاد المهندس بحبه للأطفال وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها فوزير عم فؤاد التي لاقت نجاحاً كبيراً وما زالت تعد أيقونة فنية. من يوم 1 إلى 30 هنشوفها، والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. وفي شروق شمس 16 من سبتمبر عام 2006 غربت شمس عملاق الكوميديا الراحل فؤاد المهندس الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاماً إثر أزمة قلبية حادة وحالة اكتئاب شديد، لكنه ترك خلفه إرثاً من الأعمال الخالدة التي تظل شاهدة على عظمة تاريخه الفني. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطينكم.